السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية المغاة في المنام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير المغاة في المنام لابن سيرين: الحلبة المغاة وهي الحلبة المطحونة وقد يوضع عليها الزبد أو السمن فتعطيها مذاق طيب، فمن رأى في منامه أنه يشرب حلبة مغاة كان هذا مبشر بالخير للمتزوجة بأنها قد ترزق بمولود جديد، وهي للفتاة إنجياز للمواقف الصعبة والحصول على النجاح والتفوق، بعكس الحلبة الجافة التي تعبر عن الضيق والقلب وتعثر الحياة وكذلك الإخفاق. تفسير عمل المغاة في المنام: اختلف المعبرين عن تفسير الحلبة سواء كانت حبوب جافة أو مطحونة أو حلبة مغاة، فمنهم من رغب فيها أنها صالحة في المنام إذا كان صاحب الرؤية مبتسم ومستبشر في المنام، وإن كان عابس الوجه أو حزين وهو يتناول حبوب الحلبة أو المغاة في المنام فهذا يدل على المتاعب والهموم والأمراض والأوجاع. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير رؤية المغاة في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.